العلاج بالرفض. التيك توكرز يخرجون من منطقة الراحة ويضعون أنفسهم في مواقف محرجة عمداً باحثين عن الرفض. لماذا؟ ببساطة لأن استقبال الرفض باستمرار يقتل خوفك من المواجهة، فالكثير منا يؤجل خطوات هامة وقد يلغيها تماماً فقط لخوفه من مواجهة الرفض. لذا يتحداك الترند أن تضع نفسك في 30 موقفاً محرجاً تواجه فيه الرفض ولا تهرب بعد قبوله، بمعدل موقفاً كل يوم على الأقل، والموقف الذي لا يتم رفضك فيه لا يحتسب. هو النظارة دي أنت جايباها منين؟ هو أنا كنت جايباها من سنة في محل في وسط البلد، بس مش عارفة منين بالظبط. أصل هي عجباني قوي بصراحة ولفتت نظري وأنت جاية، فكنت بسألك لو ممكن تديها لي. لا عشان مش لاقية زيها خالص. لا لا شكرا، مش هينفع. ما ينفعش دلوقتي نجري كده التراك مرتين كده؟ لا لا ما تقلقش، صحتي على قدك. صحتك على قدك؟ طب ينفع تفتحهم لي كلهم واشتري الواحدة منك بثلاثة ونص؟ ينفع. طب ليه؟ ايه والله الواحدة بخمسة جنيه وهسيب عليها اللي هو بخمسة جنيه. انا بس عربيتي عطلت وكان عندي مشوار كده، فكنت بستأذنك لو ممكن استلف عربيتك نص ساعة واديك الفلوس اللي انت عايزها. المشكلة مش هعرف اديك العربية والله. انا ممكن لو عايزين اوصلك في طريقي ماشي. لا محتاجة العربية انا اسوقها، مش هينفع؟ صعب جدا بصراحة. انا بس الموبايل بتاعي قدم ونزل منه احدث يعني، وكان نفسي بصراحة اشتريه، فكنت محتاجة 5000 جنيه سلف. انا والله لو ده منظر انا راجل شغال باليومية. يا زوجي العزيز عمرين، ممكن انا اسوق العربية النهاردة؟ لا 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 عربية لا، والله معايا رخصة. لا والله معايا رخصة. لا لا أنا قبلت التحدي، ماذا عنك؟